ومن اهم كلام الجرايد عن النادي الاهلي نروح نشوف ازاي مواقع الانترنت اتكلمت عن النادي الاهلي النهارده. بوابة اخبار اليوم: الليله الاهلي يستضيف دعيم الصغر بلعنة الاصابات. الشروق: الاهلي يواجه الاتحاد السكندري بعد غياب 35 يوم عن الدوري. الوطن سبورت: الاهلي يفقد 6 لاعبين امام الاتحاد ويبحث عن المربع الذهبي. اليوم السابع: الاهلي المنتعش افريقيا يخشى مفاجآت زعيم الثغر في استاد السلام. بوابة الوفد: الاهلي يعود لصراع الدوري بمواجهة صعبة امام الاتحاد. يلا كورة: الاتحاد يعيد الاهلي لسباق الدوري بعد غياب لمدة شهر. البوابة سبورت: الاتحاد السكندري يرصد مكافآت مغرية لتخطي الاهلي. الشروق: الاهلي يمنح حسام عاشور راحه من التدريبات. صدى البلد: ازارو يؤدي ميرانو بالجيم الاهلي اليوم. الموقع الرسمي للنادي الاهلي: قمصان يقود ميران الغائبين عن مباراه الاتحاد. 1-3 موعد الفحص الطبي لمحمد الشناوي. الموقع الرسمي للنادي الاهلي: يوسف عوده الدوليين تحسم موعد السفر للجزائر. فيتو تعيين رضا شحاته نائب لمدير التعاقدات في الاهلي. الموقع الرسمي للنادي الاهلي: محمد سراج الدين روح الفانيلا الحمراء ورا التاهل لنهائيات افريقيا للسله. اليوم السابع: الاهلي يواجه سموحه في نهائي التصفيات الافريقيه للمنطقه الخامسه للسله.